اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من النيل مباشر نتناول فيها اهم الملفات المطروحه على الساحه الاقليميه والدوليه ولدينا ملفان اساسيان في هذه الحلقه. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر المسار السياسي للحريري في تشكيل الحكومه ويدعو لاعلاء مصلحه لبنان فوق اي خلافات. الملف الثاني في هذه الحلقة في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي الكشف عن تصنيف مصر ضمن أقل الدول خطورة لانتشار كورونا على مستوى العالم والبدء في المشروع القومي للتبرع بالبلازما. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للمسار السياسي الخاص بالسيد سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية بهدف استعادة استقرار لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة إضافة إلى جهود تشكيل الحكومة. وخلال استقباله سعد الحريري اليوم أكد الرئيس السيسي أهمية التكاتف في مساعي الجميع لتسوية أي خلافات إعلاء لمصلحة لبنان الوطنية بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني. من جانبه أشاد سعد الحريري بجهود مصر الحثيثة الصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي. وأكد الحريري اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين على أسس من التضامن والأخوة. كما أكد الحريري تقدير بلاده للدور المصري الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية في حفظ الاستقرار والمنطقة العربية. كما استقبل سامح شكري وزير الخارجية سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف في قصر التحرير بالقاهرة. وأكد شكري دعم مصر لبنان الشقيقة للخروج من الوضع الحالي مشددا على ضرورة تغليب جميع الأطراف اللبنانية المصلحة العليا للبلاد بمنأى عن أي مصالح ضيقة. مزيد من المتابعة والتفصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية. أهلا بحضرتك يا دكتور مختار. يعني بعد التحية دكتور مختار نتحدث عن زيارة سعد الحريري واستقبال السيد الرئيس لرئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري. في أي إطار تأتي هذه الزيارة في ظل على خلفية ما تمر به لبنان من أزمات سياسية تحول دون تشكيل الحكومة حتى هذه اللحظة؟ يعني خليني أقول لك زيارة استقصاء واستكشاف للرؤية المصرية فيما هو مرتبط بآليات تشكيل الحكومة اللبنانية، خصوصا في ظل خلاف مستعصي ما بين سعد الحريري وما بين الرئيس اللبناني ميشيل عون على آليات ويعني أمور خاصة مرتبطة بالتشكيلة الحكومية. سعد الحريري له رؤية، ميشيل عون له رؤية، هناك رؤية تتوافق بين ميشيل عون وبين حزب الله اللبناني فيما هو مرتبط بآليات تشكيل هذه الحكومة، وهناك أطراف إقليمية وأطراف دولية إلى حد كبير جدا صانعة لما هو حادث داخل الساحة اللبنانية. هناك أطراف أوروبية وعلى رأسها فرنسا، هناك أطراف عربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وغيره من هذه الأطراف، بجانب إرهاصات ما هو حادث داخل الساحة السورية. دي كلها أطر معقدة لما هو حادث داخل الساحة اللبنانية. فتأتي هذه الزيارة وكثير جدا من المراقبين بيروها ان هي ربما تكون المحاولة الاخيرة لسعد الحريري، يعني اما ان يستكمل او ان يعتذر في نهاية المطاف عن هذه التشكيلة الحكومية. طيب يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد للحريري على دعم مصر الكامل للمسار الذي يتبناه الحريري، يعني كيف ترى الدور المصري في التعامل مع الأزمة اللبنانية ولماذا مصر تحظى باحترام كافة الفرقاء اللبنانيين؟ مصر تحظى باحترام كافة الفرقاء اللبنانيين باعتبارها دولة كبيرة في هذه المنطقة وملهاش مصالح كبيرة داخل الساحة اللبنانية سوى استقرار الوضع
السياسي داخل الساحة اللبنانية. احنا في مصر معنيين باستقرار الاوضاع وهدوء الاوضاع على مستوى عموم العالم العربي ومن ضمنه لبنان، لكن قضية الساحة اللبنانية مش قضية مصرية صرف، هي قضية الساحة اللبنانية انها قضية تركيب التجاذبات قوى اقليمية وقوى دولية داخل الساحة اللبنانية. بينعكس ده بالسلب والايجاب، ومعلوم داخل الساحة اللبنانية ان الرئاسة اللبنانية وان رئاسة الوزراء اللبنانية مش مسألة لبنانية داخلية اكتر من انها لعبة توافقات بين قوى دولية وقوى اقليمية. على رأس ده فرنسا لها دور كبير جدا مما هو حادث داخل الساحة اللبنانية، المملكة العربية السعودية لها دور كبير جدا فيما هو حادث داخل الساحة اللبنانية بشدة، الاحداث اللي بتجري رحاها داخل الساحة السورية والاطراف المؤثرة فيها وعلى رأسها تركيا وايران والروس. الساحة اللبنانية الى حد كبير جدا منغمسة في هذه المشاكل، التركيبة الطائفية الموجودة داخل الساحة اللبنانية ولعبة الثلث المعطل وصراع آليات التشكيلة الحكومية بتلعب دور كبير جدا. فمن الأهمية أن تكون هناك زيارة لمصر، ومن الأهمية أن يكون استقراء واستقصاء للرؤية المصرية لهذه الأحداث وانعكاس هذه الرؤية وعلاقة مصر الخاصة بالمملكة العربية السعودية في هذا الشأن فيما هو مرتبط بأحداث داخل الساحة اللبنانية. فهي زيارة سعد الحريري زيارة مركبة، زيارة مرتبطة باستقصاء الرؤية المصرية، وزيارة مرتبطة بآليات الرؤية المصرية في علاقتها بالمملكة العربية السعودية وانعكاسها على وجود سعد الحريري على سلم التشكيلة الحكومية أو اعتذاره، ودي مسألة الحقيقة يطول شرحها بجانب المسائل الأخرى المرتبطة بالقوى الأخرى وعلى رأسها فرنسا أو الروس أو الإيرانيين وعلاقتهم بحزب الله. طب دكتور مختار أرجو أن تبقى معي على الهاتف، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من بيروت الدكتور مصطفى علوش نائب رئيس تيار المستقبل. دكتور مصطفى بعد التحية، يعني إلى أي مدى كيف تنظرون إلى التحديات التي تواجه السيد سعد الحريري فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، وهل هناك يعني رغبة من الحريري لربما كسب تأييد أطراف عربية لدعمه في تشكيل الحكومة، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الخطوة مؤثرة في مساعدة الحريري لتشكيل حكومته المرتقبة؟ الواقع هي أن العالم العربي يعاني منذ مدة طويلة بفقدان مسألة القطب الذي يمكن أن يوجه الأمور أو يساعد على توجيه الأمور داخل هذا العالم. وعودة مصر ضرورية لكي تكون هذا القطب الرئيسي، لكي يكون هناك بالفعل مرجعية حقيقية يمكن الركون إليها وقادرة على توجيه الأمور، بدل أن يكون الوضع كما هو سائرا في الهواء، إن كان في لبنان أو في ليبيا أو في أي بلد من البلدان العربية. ولكن الدخول المصري الآن المستجد بشكل قوي من خلال هذه الزيارة، بالتأكيد نحن نضع ثقتنا به ونظن بأن هذا الجهد المتجدد سيساعد على إنشاء حكومة توصل لبنان إلى نوع من الاستقرار وتبدأ بمعالجة الأزمة. القضية هي ليست قضية سعد الحريري بالذات، إلا بما أنها هي قضية لبنان، وسعد الحريري أخذ على كاهله وعلى عاتقه مسألة كيفية الإنقاذ. لذلك مساعدة الرئيس الحريري على إنتاج حكومة هو عنصر أساسي الآن، وربما العنصر الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى عودة نوع من الاستقرار الذي يمكن أن ينقذ البلد. القضية لكن بالتأكيد كما ذكر هذا الحق هي متشابكة مع الوضع الإقليمي، مع وجود حزب الله كميليشيا مسلحة، مع يعني ركون رئيس ميشيل عون إلى هذه الميليشيا كداعم رئيسي، وأيضا لمحاولة السيطرة على الحكم. طيب، خارج نطاق اتفاق الطائف. لذلك الدعم المصري الآن ضروري وأساسي، ولكن الأهم كيف تستدرج مصر وتقنع باقي الدول العربية كي تدخل أيضا هي على الخط للمساعدة على إصلاح هذا الوضع.
دكتور مصطفى، ارجو ان تبقى معي. اعود مره اخرى للدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات. دكتور مختار، يعني السيد سعد الحريري ايضا التقى السيد سامح شكري وزير الخارجيه، يعني هل هذه الزياره تاتي ايضا بعد، يعني بالتزامن بعد الزياره التي قام بها السيد سامح شكري الى بروكسل ولقائه بعدد من الوزراء الاوروبيين المعنيين بالملف اللبناني، إلى أي مدى هناك ترابط ما بين هذا اللقاء والزيارة الأخيرة للسيد سامح شكري إلى بروكسل؟ يعني خلينا أقول لك، زيارة الوزير سامح شكري إلى بروكسل هي مرتبطة بملف صعب عندنا، هو ملف سد النهضة، بجانب لقائه بكثير جدا من الساسة اللي من الممكن أن يكون تطرق الأمر إلى الأحداث الموجودة داخل الساحة اللبنانية على رأسها الوزير الفرنسي، لانه المعني بالشان اللبناني اطراف اقليميه واطراف دوليه محدده حصرا، يعني ما نقدرش نقول ان اطراف كثيره جدا متدخله في هذا الشان، يعني الطرف الفرنسي طرف فاعل، الطرف السعودي طرف فاعل، الطرف الروسي او الايراني وعلاقته بحزب الله طرف فاعل، مصر اصبحت طرف فاعل بحكم خصوصيه علاقتها بالواقع في لبنان وخصوصية علاقتها بالمملكة العربية السعودية وتأثير المملكة العربية السعودية أو تأثير هذا الطرف على الأحداث الموجودة في الداخل اللبناني. فمن الأهمية أن يكون لقاء سعد الحريري مع معالي وزير الخارجية سامح شكري مرتبط أيضا بعمليات استقصاء واستشراف لبعض هذه اللقاءات أو بعض هذه الأحاديث المرتبطة بهذا الشأن. القضية الأهم هي كيف نصل بالأمر داخل الساحة اللبنانية إلى عملية توافقات نرتضي من خلالها إلى حكومة هم بيسموها حكومة تكنو سياسي، مش حكومة تكنوقراط، لا، حكومة تكنو سياسي بواقع التركيبة السياسية اللبنانية المعقدة وعلاقة الرئاسة أو الرئاسات الثلاث ببعض، الرئاسة اللبنانية برئاسة الوزراء برئاسة مجلس النواب، ودول الثلاث شخصيات الأكثر سيطرة داخل الساحة اللبنانية، ميشيل عون وعلاقته بحزب الله ومعلومة، ثم رئاسة الوزراء وعلى رأسها طيار المستقبل، ثم رئاسة البرلمان ونبيه بري وهو جزء من صناعة السياسة الموجودة داخل الساحة اللبنانية. إذا قدرنا نوصل لمرحلة التوافق دي وربطنا هذا التوافق برؤى مهمة جدا للأطراف الإقليمية والأطراف الدولية نستطيع أن ننجح في هذه التشكيلة الحكومية، هي ليست معقدة وليست مستحيلة. طيب دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات، اشكرك جزيل الشكر يا دكتور مختار، واعود من جديد الى الدكتور مصطفى علوش نائب رئيس طيار المستقبل معنا عبر الهاتف من بيروت. دكتور مصطفى، يعني ما هي ابرز التحديات التي تواجه السيد سعد الحريري في تشكيل حكومة؟ مدى هناك القدره على تخطي هذه التحديات في ظل هذا التوقيت؟ يعني والسؤال الصعب، هل سيناريو الاعتذار عن تشكيل الحكومة لدى السيد سعد الحريري مطروح على الطاولة؟ بالبداية هدف سعد الحريري أن يقيم حكومة فاعلة وغير معطلة، وعمليا نحن نعلم من خلال التجربة الطويلة لأن قدرة أي طرف من الأطراف داخل الحكومة من خلال ثلث معطل أن يعطل الحكومة أدت إلى حقيقة استنفاذ كل الطاقات وعدم الوصول الى اي نتائج على مدى سنوات طويله، وبالاخص الموضوع الاهم الذي كان موضوع الكهرباء ولا يزال هو الهدف الاكبر للمواطنين. لذلك التحدي الاساسي هو كيف يقنع فريق رئيس الجمهوريه بان يتخلى عن قدرته على تعطيل الحكومه او اقالتها عند النزول، وهذا الوضع لا يزال قائما خاصه بالنسبه لسعد الحريري وعلاقته مع رئيس الجمهوريه. التحدي الثاني هو كيفيه ان تقنع يعني في حال بدات او انشئت الحكومه ان تقنع كل الاطراف الدوليه والمحليه والاقليميه بان تهب للمساعده ويبدا مشروع الاصلاح ومشروع اعاده الثقه. لكن بالنهايه طرح الاعتذار بدا منذ حوالي 6 اسابيع عندما راى الرئيس الحريري ان الوضع يسوء ويتدهور بسرعه من دون افق ومن دون احتمال ان يقبل رئيس الجمهوريه بحكومه لا يعطلها ولا يعطلها فريقها السياسي. طيب. لذلك في ذلك الوقت هذا الاعتذار بدا واصبح ممكنا. نحن نامل بان الدخول المصري الان على القضيه من جديد قد يؤدي الى على الاقل يعني
تأخير قرار الاعتذار في هذه اللحظة. المهم اليوم ربما سيقدم الرئيس الحالي تأخير الأخيرة وعلينا أن نرى ماذا سيحصل بعد ذلك. طب يعني هناك من يرى أن ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي لدعم لبنان اقتصاديا في هذا التوقيت وأن يتم عقد هذا المؤتمر في مصر، هل هناك خطوات أو نوايا لبنانية يعني التوجه إلى هذه الخطوة؟ نحن يعني غريق ونحتاج إلى أي خشبة خلاص، وبالتأكيد أي مسعى أخوي نابع عن الصداقة وعن المحبة هو مرحب به. مؤتمر اقتصادي بالتأكيد مفيد ويساعد لبنان، لكن الأساس هو أن يكون هناك أيضا حكومة تدير مفاعيل هذا المؤتمر، لأن قضية المساعدات شيء وقضية إعادة إنشاء أو إحياء الاقتصاد شيء آخر. إحياء الاقتصاد يحتاج إلى حكومة، أما المساعدات فيمكنها أن تأتي بشكل مباشر إلى المواطنين. طب يعني خلال الجمعية يعني هذا الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه المواطن اللبناني إلى أي مدى له تأثير لممارسة ضغوط على السياسيين لتشكيل هذه الحكومة؟ بالطبع من المنطقي أي مسؤول أن يذهب إلى إيجاد الحلول، لكن المؤسف هو أن لبنان هو مجموعة من القبائل، وكل زعيم قبيلة يظن بأنه قادر على تخطي المرحلة التي يتأذى فيها القبائل الأخرى. ليس لدينا للأسف إلا يعني رجال دولة الانقلاب، وأظن بأن مسعى الرئيس الحريري هو مسعى أحد رجال الدولة الانقلاب في هذا البلد على مدى سنوات طويلة. طب هل هناك سقف زمني يضعه طيار المستقبل للتعامل مع تشكيل الحكومة، أم سنظل ندور في هذه الدوارة المفرغة حتى هذه اللحظة إن صح التعبير؟ بالتأكيد نحن لا نبحث عن واقع دوران ولا نبحث عن أيضا آفاق زمنية محددة، نحن نريد أن نرى إنجازا. وعمليا إذا بقي رئيس الجمهورية متعنتا مع فريقه السياسي فبالتأكيد الأمر سيؤدي حتما إلى اعتذار الرئيس الحريري، لأن البلد يحتاج إلى حكومة كما قلت. لكن ما أعاق هذا القرار هو أن اعتذار الحريري حسب دراستنا من واقع العقد سيؤدي إلى تدهور خطير وسريع في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وسيؤدي إلى نوع من الاعتبار على الأقل جزء من الشعب اللبناني بأنه مهزوم وبأنه في مواجهة حقيقية على المستوى السياسي مع آخرين. لذلك التريث كان سببه كذلك، بالإضافة إلى تمني ودعم الإخوة العرب على رأس مصر لإيجاد حلول في هذه اللحظة. طب يعني هل يعني ما هي المخرج لها أو ما هو المخرج لهذه الأزمة في لبنان؟ هل تعتقدون أن لبنان يحتاج إلى ضغوط دولية على الأطراف المعطلة لتشكيل هذه الحكومة، أم أن الحل لا يأتي من داخل لبنان؟ الحل يأتي من داخل لبنان ولا من خلال ضغوط دولية، يعني يجب أن يمارس أقصى الضغوط على فريق رئيس الجمهورية إلى حد أن ليس فقط الترويح ولكن القيام بما يلزم لإقناعه ولإجباره بالحقيقة، لأن القضية هي ليست قضية زاج بل قضية شعب وبلده. يعني تدهور الوضع الأمني في لبنان سيؤدي حتما إلى تأثير على الواقع الأمن الإقليمي الدولي، لذلك من الواجب أن يكون هناك ضغوطات حقيقية وليست فقط نوع الطلب الناعم. ما نحتاجه الآن هو حكومة، حكومة أن تدير الأزمة، وهي حكومة يجب أن تكون من غير السياسيين التقليديين، ويجب أيضا أن لا تكون عرضة للتعطيل، وهذا هو المطلب الوحيد لتيار المستقبل والرئيس الحريري. طب هل من حلول وسط قد يعني يلجأ إليها طيار المستقبل في هذا التوقيت أو في خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى تشكيل هذه الحكومة، أم أن الطرف الآخر لديه شروط لا يتنازل عنها؟ الواقع بأن رئيس الجمهورية أعلن منذ البداية مع فريق السياسي أنه لا يريد سعد الحريري في رئاسة الحكومة،
وهذا هو الإشكال الأساسي. ولكن حسب الدستور من يكلف رئيس الحكومة ليس رئيس الجمهورية، بل هو مجلس النيابة. وعندما حاول رئيس الجمهورية مرة ثانية أن يرسل رسالة إلى مجلس النواب ليثنيهم عن التكليف، أعاد المجلس النيابي الثقة سعد الحريري. القضية هي هنا بهذه النقطة. الحل الوسط هو أن تكون حكومة مستقلة، أن تكون حكومة من غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية. هذا هو الحل الوسط. أما إذا أردنا أن نذهب إلى مسألة الحصص، فأيضا لا يجب أن لا يكون لأي طرف من الأطراف السياسية القدرة على إقالة الحكومة وتعطيلها. أظن بأن عن أي حل وسط يجب أن يدور على هاتين النقطتين. صحيح. من بيروت الدكتور مصطفى علوش نائب رئيس تيار المستقبل، شكرا جزيلا الشكر يا دكتور مصطفى على هذه الإطلالة على شاشة النيل. ونبقى مع هذا الملف، وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أكرم حسام الخبير في الأمن الإقليمي. دكتور أكرم، بعد التحية، يعني إلى أي مدى كيف تنظر وترى تحركات السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف في هذا التوقيت وزيارته إلى مصر، في أي سياق تأتي؟ أعتقد أن هذه التحركات تأتي في ضوء ما وضح من الأفكار الأفق السياسي بشكل فاهم فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، بعد أن عثر هذا المسار في أكثر من مرة وتكرر اقتصادهم التيار الوطني الحر بسياسة عون وحزب الله والأطراف المناصرة له. أعتقد أن هذه التحركات هي جزء منها يصب في اتجاه اختار القيادة المصرية او وضع القيادة المصرية في دائرة الضوء، بخصوص ما يتم خلال الفترة القادمة من تحولات او يعني تغيرات ربما تكون مفاجأة للبلاد فيما يتعلق بمستقبل بورسعيدي في مسألة تشكيل الحكومة. طب ما هي هذه السيناريوهات المستقبلية وما هو المفاجأ منها؟ اعتقد ان احد السيناريوهات المتوقعة وقد تكون متوقعة بقوة اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومه، وهو سيناريو مما لا شك فيه سيكون يعني له وقع كبير على الوضع اللبناني، خصوصا في ضوء ان هناك عقوبات تتوقع ان المعارضين لموضوع تشكيل الحكومه، وبالتالي اعتقد انه قد يختار سعد الحريري وطياره أن يبتعدوا عن دائرة العقوبات المتوقعة ويرموا الكرة في ملعب طيار الوطن العربي بشكل أو بشكل أخر. طب يعني هل من تأثيرات عن عدم استقرار الوضع في لبنان على الأمن الإقليمي العربي؟ طبعا لا شك أن هناك تأثيرات كبيرة على الأمن الإقليمي، لأن لبنان في الأخير هي دولة مهمة وتقع في منطقة بها كثير من التوترات وبها تداخلات مع دول الجزائر في مع خصوصا مع سوريا ومع اسرائيل ومع كثير من الدول، وهي ايضا ساحه مهمه لتصفيه الخلافات الاقليميه بشكل خاص. تحول الوضع في لبنان الى هذا الشكل من الفراغ قد يقود بشكل او باخر الى نوع من الاقتتال الداخلي، وهذا السيناريو يعني هو سيناريو لا شك، لكنه خصوصا في ضوء الوضع الاقتصادي المتدهور، يعني هناك وضع اقتصادي الان متدهور في لبنان، لبنان اوشك على الانهيار اقتصاديا، والان في ضوء ما تطرح من سيناريوهات خاصه بالسعاده الحريري على المشهد، قد يتعرض لبنان بالفعل الى كارثه على المستوى السياسي والاقتصادي، وهذا سيكون له تداعيات كبيره على الامن الاقليمي، على دول الثوار، على الاقتصاد اللبناني، على الاستثمارات العربيه الموجوده في لبنان، على العماله اللبنانيه الموجوده في الخليج ودول اخرى. طيب دكتور أكرم، يعني هل تتوقع ربما أن يكون الوضع الاقتصادي المتدهور في الداخل اللبناني يعني هو السبيل للضغط على كافة السياسيين للوصول إلى هذه الحكومة، أم أن الأمر تخطى هذا العراق السياسي، تخطى مسألة الوضع الاقتصادي؟ هو لا شك أن الوضع الاقتصادي المتدهور هو عنصر ضاغط على الأطراف السياسية، لكن ما شاهدناه هو من المفترض ان يكون كذلك، لكن ما شاهدناه خلال الشهور الماضيه ان هناك يعني اجندات حزبيه ضيقه وبحث عن مصالح حزبيه خاصه بعيدا عن المصالح العليا للبنان،
لأن ما شاهدناه هناك تمسك بمواقف بعض الأطراف وإصرار على فرض شخصيات وإصرار على فرض حصص بعينها في التشكيلة الوزارية، في حين أن الوضع اللبناني يسير من أسوأ إلى سيء إلى أسوأ كل يوم على المستوى الاقتصادي وغيره. وبالتالي أعتقد أن الجزء الخاص بالوضع الاقتصادي يعني بات بعيدا عن حسابات بعض الأطراف السياسية اللبنانية، وهذا ما دفع بعض القادة في الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في فرض عقوبات بالفعل على بعض القادة المعرقلين لموضوع تشكيل الحكومة وما سيؤدي إليه ذلك طبعا من تداعيات كبيرة على المشهد السياسي اللبناني الداخلي. الدكتور أكرم حسام الخبير في الأمن الإقليمي، أشكرك جزيل الشكر يا دكتور حسام. إلى الملف الآخر في هذه الحلقة، حيث صنفت منظمة الصحة العالمية مصر ضمن أقل الدول خطورة لانتشار فيروس كورونا على مستوى العالم وفقا للتصنيف الدولي أكرته المنظمة. جاء ذلك خلال عرض قدمته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. كما كشفت هالة زايد عن تطابق تشخيص الإصابة بمرض فيروس كورونا عبر الموجات فوق الصوتية مع التشخيص بالوسائل المعتادة بنسبة 80%. وفي هذا السياق أفادت وزيرة الصحة بأن استخدام الموجات فوق الصوتية للرئة حال تشبعها بالأكسجين يعد أداة فعالة للغاية في تقييم تحديد أولوية دخول المستشفى للمصابين بالفيروس. وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مرضى الضمور العضلي، أشارت وزيرة الصحة إلى تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال المصابين بالمرض من الأطفال، كما خصصت الدولة ثلاثة مراكز لتقديم العلاج، هي مستشفى معهد ناصر، مستشفى الجلاء للقوات المسلحة، إضافة إلى مستشفى عين شمس الجامعي. كما تم تخصيص الخط الساخن رقم 106 لاستقبال استفسارات المواطنين حول المبادرة. وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، أفادت الدكتورة هالة زايد بأنه سيتم بدء المرحلة الأولى من المبادرة، وهي المشروع القومي للتبرع بالبلازما في 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والمنيا بإجمالي 200,000 لتر تقريباً. مزيد من المتابعة تنضم لنا عبر الهاتف الدكتورة هالة عدلي حسين رئيس مجلس إدارة المصل واللقاح سابقا. دكتورة هالة بعد التحية، يعني أهلا بحضرتك، أبدأ تفسير أو توضيح أكثر لما أشارت إليه السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة باستخدام الموجات فوق الصوتية للرئة وأنه أداة فعالة للغاية في تقييم تحديد أولوية دخول المستشفى للمصابين بالفيروس، وأن هو يعني تطابق تشخيص الإصابة بمرض عبر الموجات فوق الصوتية مع التشخيص بالوسائل المعتادة بنسبة 80%. يعني فهم أكثر لهذا الأمر. لا، هو انت حضرتك بتكلمني عن البلازما ولا عن يعني لسه هنتكلم على البلازما وهنتكلم في البدايه على الموجات فوق الصوتيه. حضرتك عايز تتكلم على البلازما على طول، نتكلم على البلازما عشان الموجات فوق الصوتيه مش تخصصي فمش هقدر طب خلينا نتكلم في البلازما. تمام. طب يعني اشاره لي فيما يتعلق بالمشروع القومي للبلازما، يعني اهميه هذا المشروع واهميه ان احنا يكون عندنا هذا المشروع موجود على الاراضي المصريه. المشروع ده الحقيقة كان موجود بالفعل على الأراضي المصرية ضمن خطة إعداد الدولة للحرب في السبعينات. تمام. وللأسف نتيجة ظروف مرت بها فاكسيرا لم تعثر إعادة إنشاء المصنع ده. المصنع ده إن شاء الله هيبقى أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط، لأن ما فيش حوالينا حد عنده مصانع لتصنيع البلازما غير إيران وإسرائيل. فمصر كده هتبقى ان شاء الله اول دوله باذن الله تغطي، وده حاجه ليه بعد استراتيجي وامن قومي، لان منتجات هذه الصناعه هي منتجات بنسميها منقذه للحياه، بمعنى انها لازم تاخدها المريض فورا يعني لاسعاد حياته او لانقاذ حياته. ده البعد الامني بتاعه والبعد الاستراتيجي، وطبعا ده هيأمننا ويأمن المنطقه كلها ان انت يبقى عندك المستحضرات دي، لان احنا للاسف بنستوردها بالكامل من الخارج، فلو حصل اي مشكله مع اي دوله من اللي بنستورد منها ممكن تسك علينا الحنفيه، ما نقدرش نحصل على الادويه. طب هي استخداماتها ايه البلازما؟ بتعالج امراض ايه؟ وهل ليها علاقه بالكورونا؟ البلازما دي
لا ملهاش علاقه بالكورونا. البلازما دي بيتم تجميعها من البشر مننا احنا، عشان كده هي بتعتمد على، دايما هتلاقيها في دول عدد سكانها كتير زي ايران مثلا، نجح المشروع هناك نتيجه زياده عدد السكان، هما تقريبا نفس العدد عندنا. تمام. محتاجه، لان مصدر الماده الخام هي البني ادم البشر، طبعا محتاجة تنظيم، في تشريعات اتعملت وفي قانون طلع او تشريع طلع لطريقة جمع البلازما، لانها تختلف عن الدم تماما. يعني متبرع البلازما يقدر يتبرع كل اسبوع او اسبوعين على حسب الدولة متقرر، غير الدم بيتبرع كل 3 شهور. بعد كده بيتم تجميعها وحفظها في غرف باردة لغاية ما تتجمع كمية تبقى تدخل على المصنع يطلع المنتجات. المنتجات دي عبارة عن البرومين، وده حاجة مهمة جدا للمرضى الكلى والكبد والحروق. عبارة عن دواء اسمه معامل 8 او فاكتور 8، بيتعالج مرضى اللي عندهم نزيف مستمر، ده مرض جين، مرض وراثي للاسف، بيفضل المريض ينزف لغاية ما يموت، فده حاجة مهمة جدا، ده احد المنتجات، يعني لو اتخبط لازم ياخد الحقن على طول. احنا بنستعيد عنه بان احنا بننقل جزء من البلازما، بس طبعا الحقن امن واحسن واسرع، وبتحسن الحياه بتاعت الاطفال جدا، بيقدروا يمارسوا حياتهم الطبيعيه احسن. فدي مشتقات البلازما، ليها الحقيقه اهميه كبرى جدا كانقاذ حياه وكامن قومي. طب يعني حضرتك شايفه ازاي اهميه المشاركه المجتمعيه في اطار المبادره اللي نادى بيها سيد؟ اولا لازم يبقى في توعيه مهمة جدا، ده دور الإعلام بقى الحقيقة، إنه يبدأ يركز، يعني الناس يجيب حد متخصص يطلع يقول البلازما اللي أنت هتتبرع بيها دي هتنقذ كام حد. ثانيا متبرع البلازما يبقى عارف إنه هياخد مقابل للتبرع بالبلازما غير الدم. البلازما في العالم كله فيها مقابل، لأنه بيقعد على الجهاز فترة طويلة، لأن الجهاز اللي بيفصل البلازما غير الجهاز الدم. ده بياخد البلازما من المتبرع ويرجع له كرات الدم الحمراء، عشان كده يقدر يتبرع كل اسبوعين غير الدم كل 3 شهور. ودي بتبقى بمقابل، لانه هو كده بيسيب شغله، المقابل ده مش محدد بيبيع دمه. ده حاجه عالميه بيحطوها مقابل ان هذا المتبرع ساب شغله فانا ضيعت عليه يوم عمل، اتنقل لي بالمواصلات وروح بالمواصلات فكده بدل الانتقال. ده معنى المقابل، مش معناها حياتك بتبيع الدم او الكلام. طب حضرتك بقى تمام، هل حضرتك شايفه ازاي تصنيف مصر، معناته عنه سيده وزيره الصحه، تصنيف مصر ضمن الدول الاقل خطوره فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، يعني تاثير ذلك على مناحي الحياه في مصر، وهل يعني دوت معناه ايضا ان احنا نخفف من اجراءاتنا الاحترازيه في التعامل مع الفيروس؟ اولا حضرتك لازم نبقى عارفين ان الطب الوقائي في مصر واخد من اعلى التصنيفات العالميه كطب وقائي في العالم. احنا قدرنا نتخلص من شلل الاطفال ومن الجدري ومن حاجات كثيره قوي قدرنا نسيطر عليها، والطب الوقائي في مصر عامل دور كويس جدا طول عمره الحقيقه. ده حاجه، احنا برضو خلينا نقول ان احنا بقى عندنا وعي شويه، الناس بتفهم، بيجيلها برد، بتشك، بتروح لدكتور. الدكاتره برضو اللي في القطاع الخاص بدا يبقى عندهم، يعني خلاص المرحلة الأولانية علمتنا كلنا نتعامل إزاي مع كورونا. التصنيف إن إحنا نوصل لـ 66 من 222 دولة على مستوى العالم، ده حاجة كويسة قوي، وده اللي أعلنته منظمة الصحة، إن إحنا الحمد لله يعني بقينا رقم 66 من 222 دولة، وإحنا كنا محطوطين في الريد زون في إنجلترا وفي أوروبا. فاحنا عندنا الحياة الشعب المصري برضو خليني لا ابخسه حقه، انه يعني برضو كان واعي بكفايه، والا لان الحكومه لوحدها ما تقدرش تعمل حاجه، ولا برضو الطب الوقائي واحد يعرف يعمل حاجه. صح. احنا كمواطنين بقى تمام. كل واحد يجي له برد يشك، يحاول يشوف، يسال، يروح لدكتور كده يعني. صحيح. الدكتوره هاله عادل حسين رئيس مجلس اداره شركه الدم بالمصل واللقاح سابقا، اشكرك جزيل الشكر يا دكتوره هاله على كل هذه المعلومات الوافيه. بهذا نصل إليكم إلى ختام هذه الحلقة من النيل المباشر، غدا نتجدد معكم اللقاء وفريق عمل جديد وموضوعات أخرى نفتحها معكم. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.